عمر الدين المدراسي بإلقاء كلمات النهج التعليمي في هذه الجامعة، فليتفضل مشكورا. جبرلهم فتم بره الجمانغر عمر الدين عربي رند وارتي مغل منال بيسا ورهدار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا للتعلم في هذا المعهد، والصلاة والسلام على من نتعلم شريعته في هذه الكلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرف المرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الماجدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: فقل رب زدني علما، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايها ضيوفنا الكرام وعلمائنا الكرام، خاصة اساتذتنا، عليكم وعلينا رحمة دارت وبنا وبكم بركة نزلت. إني أريد أن ألقي إليكم بكلمة طيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وقال الشيخ صدقة الله القاهري، وقال الشيخ صلاح الدين القاهري في شأن العلماء العاملين: والجاهلون ولو ألفا إذا عزموا حلا لواقعة أعيوا ولو سرا، إذا الكواكب في الخضراء تجتمع في مجمع لم تسر في ضوئه بدرا. نحن نتعلم علوما فنونا في هذا المعهد عند أساتذتنا العظيمة، طول الله عمرهم مع الصحة والعافية. فعلمونا فنون العلم من النحو والصرف والفقه والتاريخ والتفسير والحديث فأصول التفسير فأصول الحديث وجميع العلوم الشرعية النقلية والعقلية من كتاب الشرح العقائد لإمام طفتازاني ومختصر المعاني لإمام طفتازاني وغيرها من كتب العلمية. خاصة علمونا أساتذتنا عقائد أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة عقيدة الصحابة الكرام والأئمة العظام، على أن هذا المعهد ليس من خدمة أهل هذه البلدة، بل هو من خدمة الشيخ عبد الله القادري البغدادي عليه الرحمة. هو حفيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. يوما اطلع الشيخ عبد القادر الجيلاني في منام الشيخ عبد الله القادري البغدادي، ثم قال: اذهب إلى قاهرة فأسس فيها طريقة القادرية. فجاء الشيخ
عبد الله القادري البغدادي إلى هذه البلدة قاهرة ثم أسس طريقة القادرية بنى هذه القبة الخضراء وهذا المعهد أيضا فجاء إليها المشايخ الصالحون راديا ببركتها كالشيخ ضياء الحق صوفي رحمه الله تعالى فهم علماء أهل السنة والجماعة وعمود أهل السنة والجماعة فعلمنا عقائد أهل السنة والجماعة فإنهم لا يرضى عقائد أهل البدع والضلالة ولذا أوصل في شهادة سندنا قول اتصل هذا السند إليك ما دمت في عقائد أهل السنة والجماعة من التقليد والتوسل والاستغاثة وغيرها من عقائد أهل السنة والجماعة فإذا انتفى أحد منها فهو غير لائق بهذا السند وفقنا الله صالحا لأهل السند وأيضا فلذا نبدأ درسنا بعد التوسل والاستغاثة قال الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه في بيته ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازلا بحر قامي فأغثه أو طار فوق هوائي أنا سيف القضاء لكل خصامي فنستغيث كل يوم غوث الله محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه قبل ابتداء الدرس وكذلك أن لسندنا لشرفا أيضا وهو الشرف لا يوجد لغير هذا السند وهو أن سندنا منسوب إلى غوث الله محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه الرحمة وكذلك لمعهدنا لشرفا أيضا وهو الشرف أشار الشيخ البغدادي الجيلاني محي الدين عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه إلى بناء هذه القبة الخضراء عند البغدادي عبد الله فجاء البغدادي إلى هذه البلدة ثم بنى هذه القبة الخضراء ثم وقفها البغدادي على اسم البغدادي غوث الله محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم يدبر هذه المعهد والقبة الخضراء الآن والأوان كلها غوث الله محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني هذه القبة الخضراء والمعهد قاهري مكانا ولكن هذه القبة وهذا المعهد بغدادي تمليكا أختتم كلمتي راجيا بدعائكم أيها ضيوفنا الكرام أن ينتفع لنا علومنا في الدارين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام شكرا